بعد الفيديو اللي فات واللي شرحت لكم فيه تجربتي الكاملة مع الكليكسان، جات لي أسئلة كتير قوي بخصوص ازاي ناخد الإبرة وازاي ناخدها بالطريقة الصحيحة. انا شرحت لكم في الفيديو اللي فات، بس عملت لكم الفيديو ده عشان اشرح لكم فيه بالتفصيل طريقة اخذ الإبرة. تابع معايا الخطوات خطوة بخطوة. انا ميار ودي قناة ميرو سيكلز، يلا نبتدي. عشان تقللي احساسك بألم الإبرة، ممكن تعملي الخطوة دي بتجربيها. حطي مكعب تلج مكان الحقنة لمدة دقيقة قبل ما تاخدي الإبرة. خلي ايدك ثابتة مكان الحقنة وبلاش تدعكي مكعب التلج فيها، وطلعي السرنجة من العلبة وبعدين شيلي الغطا ويلا ناخد الحقنة. افضل وضعية تكوني فيها وانتي بتاخدي الحقنة هي الجلوس على كرسي او على كنبة، ومرجع ظهرك لورا شوية بحيث تكوني مرتاحة. مش ضروري تمسحي المكان ده بمسحة كحولية قبل ما تاخدي الإبرة، لكن لو عايز تعملي الخطوة دي اتأكدي كويس قوي انك نشفتي الكحول بقطن او بمنديل قبل ما تاخدي الإبرة. الإبرة ممكن تتاخد في اي مكان في المنطقة دي اسفل السرة، وممكن بعيد شوية لكن بعيد عن السرة بحوالي 5 سنتي. امسكي بطنك بصوابعك بالشكل ده وما تضغطيش عليها جامد. بتجيلي اسئلة كتير بتقولي فيها انكم بعد ما بتاخدوا الإبرة بيحصل كلكعة او بتورم شوية، ده مكان ما انت لما بتضغطي جامد وبتيجي تاخدي الإبرة بتكلكع معاكي. حطي السن في اللحم بالشكل ده بزاوية 90 درجة، وابدأي في حقن السائل وتأكدي انك ضغطتي السرنجة للآخر وانك اخدتي الجرعة كاملة. ما تشيلش السن على طول، عدي حوالي 5 ثواني عشان تتأكدي ان الجرعة كلها اتحقنت، وبعد كده اسحبي السرنجة. ممكن تضغطي على المكان بالراحة لو كنت حاسة بألم، لكن ما تضغطيش جامد. في بعض الدول الكليكسان بتيجي بالشكل ده، بيظهر غطا بلاستيك بشكل تلقائي بعد ما بتسحبي السرنجة عشان تغطي السن كأمان ليها، وبعد كده ممكن تتخلصي منها. اتمنى يكون الفيديو عجبك وتكوني استفدتي منه وشرحت لك المعلومه مبسطه انك ازاي تاخدي الابره وما يحصلش الم بعدها او زرقان زي ما كنت بتكتبي لي في الكومنتات. لو اتبعتوا الخطوات دي ان شاء الله مش هيحصل اي زرقان او الم او كلكعه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.